كثير من الضجيج ولا طحين يظهر، قول ربما يصدق على العمليات التي تعلن عنها الأجهزة الأمنية منذ عدة أشهر لنزع السلاح غير المرخص، لا سيما في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية. فمنذ الصيف الماضي بدأت قوات من الجيش والشرطة تنفيذ عمليات تفتيش وبحث عن السلاح المنفلت، ومن العجيب أن تلك العمليات تتم بمشاركة ميليشيات الحشد التي تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية انفلات السلاح في العراق. وبينما تعلن الحكومة عن حملة جديدة لمصادرة السلاح المنفلت في البصرة، يؤكد مسؤولون بالمحافظة عدم ثقتهم في تلك العمليات، واصفين إياها بغير المجدية، وأنها لا تنفذ بمهنية، إذ لا يمكن السيطرة على السلاح المنفلت بتلك العمليات التي لا تستهدف السلاح بقدر ما تكون مجرد عمليات تفتيش ودهم لمنازل مواطنين هم أساساً يعانون من السلاح المنفلت، على الرغم من أن القوات الأمنية تعلم أن السلاح المنفلت في المحافظة ينحصر لدى الميليشيات والعشائر. وبعيداً عن الترويج الإعلامي لتلك الحملات الحكومية، فإن مراقبين يرون أن الحكومة عاجزة عن سحب السلاح من العشائر والميليشيات، لذا تلجأ إلى تنفيذ هذه العمليات التي تعد عمليات صورية لتظهر بمظهر السلطة التي تنفذ القانون من دون استثناءات، إلا أن الواقع يكذب ذلك، فالمعارك العشائرية شبه المستمرة في البصرة وغيرها، والتي تشهد قصفاً متبادلاً بأنواع من الأسلحة المتوسطة والثقيلة أحياناً، تؤكد أن السيطرة على السلاح المنفلت أمر بعيد المنال بالنسبة لحكومة تتحكم في مصيرها أحزاب ميليشياوية وميليشيات حزبية. ومع قرب موعد الانتخابات النيابية المبكرة، فإن الأصوات تتصاعد محذرة من دور مشبوه يعد بهدف تمكين الميليشيات الموالية للنظام الإيراني من إحكام سيطرتها على المشهد السياسي في العراق وإفشال أي حراك شعبي يطالب بدولة مستقلة لا يحكمها صوت الرصاص.